من يتحدى الشتاء وبرده القارس؟ هؤلاء المتظاهرون، وهم أنفسهم من يتحدون القمع الحكومي ويتابعون مسيرة ثورتهم، مستفتحين العام الحالي بتظاهرات حاشدة تعم المدن العراقية. وفي طليعتهم الطلاب الذين أصروا على الاستمرار في الاعتصامات والإضراب عن الدوام حتى تحقيق أهداف الثورة. بداية المسيرة مثل ما تشوف هي مسيرة مكونة من كل طلاب الجامعات الموجودين ببغداد، مجموعة طبية وهندسية وغيرها من بقية الأقسام. هذا مو أول أسبوع ولا آخر أسبوع حيكون لآلاف وملايين من الطلاب اللي يجون بدون اعتصاماتهم من أمام وزارة التعليم ناب بغداد، يتوجهون إلى ساحة التحرير. أمام وزارة التعليم العالي يحتشد الطلاب من مختلف جامعات بغداد، وهم أكثر إصراراً على مطلبهم الرئيس بإسقاط النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة، مؤكدين أن دماء شهداء الثورة لن تذهب سدى، والنضال السلمي مستمر تضامنا مع المرابطين في ساحة التحرير. مع تصميم يعني مساندة لأخوتنا المتظاهرين، ما قدرنا نداوم، ليش؟ لأن خطية نريد نداوم نضيع دم الشهيد، وإحنا ما نرضى على هذا الشيء. حاليا أمام وزارة التعليم العالي عندنا مسيرة طلابية إلى التحرير، الحمد لله والشكر الأعداد ما طلاب كلش هواية وبدأ يزيد أكثر، وإحنا مستمرين بهذا الاعتصام لحد ما يتحقق المطالب وإن شاء الله ننتصر بإذن الله. بوعي سياسي يؤكد الطلاب أن العراق دخل في مرحلة مخاض لولادة جديدة تستدعي تضافر كل الجهود لبناء وطن خال من الأحزاب الفاسدة. احنا هنا كطلاب احنا الشريحة الأكبر بالمجتمع، الشريحة لها تأثير قوي، احنا هنا نريد ندور نحقق مطالبنا، نريد نمنع هاي الأحزاب المسيطرة صار لها أكثر من 16 سنة وما نشوف منها نتيجة، احنا نريد نوصل الحل، ما اجينا هنا احنا بطرانين ولا عايزين دراستنا، احنا هيك بدون سبب، احنا اجينا حتى نغير. أكثر فئات المجتمع تأثيراً وأهمها في صناعة التغيير المنشود، يسجلون حضوراً كبيراً في تظاهرات ثورة تشرين منذ بدايتها، ويحولون هذا الحضور إلى انتفاضة علمية بوجه التجهيل الممنهج الذي تعتمده الطبقة السياسية الفاسدة أساساً لضمان استمرار حكمها.